نبدأ سرعة الطباعة بالعربي. ما فيش. أحرف اللي بتروح عليك بيحسبها أخطاء عندك. متوسط هذا بالعربي، وأنا ما فيش عندي بالعربي، فيش عندي كيبورد بالعربي. شوف كيف الوضع بالإنجليزي. بالإنجليزي في عندك تو ويب سايتس، هدول إنه أنا بدي أختار هنا 1 minute وبدي أختار هنا start typing. تمام. 21 كلمة في الدقيقة، والأخطاء أنا عندي 3 أخطاء. شوف الويب سايت هذا، تمام. هذه كانت قديش كانت 20 اشي و20 قديش كانت 21. هنا كنت وان كان وضع شوية احسن 29. تمام. ف بدي اياك تاخذ هذا التست وتقدمه هالقد.